والله العظيم ما نهي الموضوع. نعم. أنا شاهد الإسماعيل ما يجي مالي. عادل إسماعيل هو أنا موجود عندكم. ومن أبناء الفاجر. ومن أبناء الفاجر من ريف الفاجر. ما مرة من الفاجر أصلا. أنا معاكم. وموجود معاكم. لكن يا جماعة أنا عندي حاجة واحد أنا أقولها لهم. الكم الموجود ده كله. في ناس عندهم إصالات. في ناس عندهم شيكات. في ناس جهوا باستطلاع ما عندهم أي حاجة. نعم. أكيد أنا يا جماعة. أنا أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم أنا عندي مبالغ. ما أنا كل ما عندي قروش. عندي قروش. وأي إنسان بنجيب أبنه. لكن يا جماعة صردلي أنا المسألة دي بقت كبيرة. نعم. وداير لجنة كبيرة. نعم. وداير ناس متخصصين. نعم. وداير ناس عندهم دراية في الاقتصاد. ما أنا براي. نعم. ما بتقدر تخلص من الموضوع. لكن يا جماعة أنا بقعد اتوني فرصة. والفرصة لا من الليلة ولا بكرة. أنا بجتمع بالناس المتخصصين نجيبهم نرصد الناس نجدولهم صحيح. والله نبدأ نديكم قروشكم لكن تصبروا على أنا أدولي اللجنة دا اللجنة اللي عندي دقيقة يا جماعة اللجنة اللي عندي أي زول صحيح بكون عنده إشكال بكون عنده اللي قال ده عشان يجمعوا شغل يوم واحد الليلة بعمله ما ببقى أنا دايب ناس الشيكات ناس الشيكات الناس اللي عنده شيكات يوم الاثنين أي زول يجي ياخذ 1000 جنيه فقط 1000 جنيه لانه كمصاريف صار عنده عيال عنده ناس عنده 1000 جنيه بنتحاسب عليه في بعضنا زي ما بعنا واشترينا اللي قام بيكونوا شغالين الناس اللي عندهم اصالات يجروا الناس اللي عندهم اصالات يمشوا عبر المكاتب اي زول ياخذ 500 جنيه في مكتبه انا بوفر لهم الفلوس بديله كلام ده يوم الاثنين انا اقعد مع اللي جاني اقعد معاهم اعمل الكشوفات بتبعد الكمبيوتر بالارقام التواريخ والله العظيم نعلن لكم كان بالمكاتب بنتكلم على كل مكاتب الموجوده الفاتحه كان يعني البيت الواحد ما بصرفكم لانه العدد كبير الحته واحد ما بصرفكم ابدا اي معرض واي موقف باخذ رقم التقاط بالاسماء اي زول عنده شيك عندي اسمه انا اي زول عنده اصال عندي اسمه الاصالات رجعوا عبر المكاتب الشيكات بنعرفهم انا وبنكتبهم بنقدهم وننسخهم الناس المسجلين معانا في كشوفاتنا يجون يوم الاثنين يجون بعد 3 الظهر انا توريكم وين اي زول ياخذ 1000 جنيه ال 1000 جنيه ده مصاريف لانه في ناس صحيح حاجاتهم كله خشوه في السوق وما عندهم قوتهم في ناس كويسين عندهم وصابرين انا داري حتى لا تبقى لكن كمان ما يجوني ناس لا بشكل وما يجوني عشان انا اقدر انسف اقدر اعمل اي زول خال 1000 جنيه يمشي طوالي انا بعلن لكم اليوم لو بالميكروفون لو بالكلام كله بعلن لكم لو دايرينني حتى بتسليم الفاشل لو بالاحياء انا لو اجي احيا الوحده واجي احيا الثوره واجي سنباتي واجي احيا الرديف فكل الناس الشيكات انا مستعيد اجي وابد معاون. اثنين الناس اللي بيصرفوا انا بنعمل لجان مني انا ومنهم هم ما نعمله براي الناس اللي عندهم الوجع يشاركوا معي عشان يعرفوا شنو المبلغ ده كم ويعرفوا المبلغ ده بيكفي ناسهم ولا لا بعد انا بنحسب حساباتي يا اهلي كلكم جبتوا مني المساله ده يا جماعه ما يكون بعد حوا يا جماعه انا زول ابنكم اعطيني يا جماعه اطلب بلادين دقيقه يا جماعه يا جماعه دقيقه يا جماعه